السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده من أهم المواقع اللي ممكن تدور عليها على كتاب أو حاجة تدور عليها. على سبيل المثال أنا بدور على Building Information Management، تمام، وأقول له أعمل سيرش، فبيبدأ يجيب لي الكتب المتعلقة بالمجال ده، فأنت بتبدأ تقرأ وتشوف أنهي كتاب اللي أنت محتاجه. هو بقى بيجيب لك الحاجات ويقول لك ان في حاجات موجودة على مجال تانية ميرور، هتقدر تختار اي واحدة فيهم وتحاول تحمل الحاجات دي. المفروض ان ده اللينك، تمام، بس بعد الوقت يكون اللينك مش متحمل. انا الكتاب اهوت، تقدر تعمل له داونلودز وتقراه وتستفاد منه ان شاء الله. ده يعني من الكتب، المواقع اللي بتلاقي فيها الكتب اللي هي فلوس تقدر تحملها من هنا مجاني.